مالي وين ساكن هنا فيه؟ هذا أعداك ما يقول لك خرجوا وين نروح؟ هكذا وجدنا عمي محمد عابد يعيش داخل هذا الكوخ القصدري بعد مرض زوجته الثانية وسقوط بيته في مدينة وهران سنة 2008. قرر العودة والرجوع إلى مسقط رأسه ليستنجد بأهله وذويه في سيدي الخضر بولاية مستغانم. المرة الأولى عاودت الزوجة جبت لي هذا الولاد الطفلة هذه. الأولى 45 شاشة وطفلة. التالية أم هذه عندي 55 شاشة وبنية هذه. طاحت ونأت معايا ورفدت الأولاد معايا رفدت كذا. كم برضت مسكينة وليت نطيح ونوض معها. قابلتها الله تاسي وقابلتها الأخرين وليت نطيح ونوض معها. هذه مرضت لي بزاف. جيت له كانت البنية هنا تزوجت هنا جيت عند بنتي مات لي هنا يا المرأة كي مات لي المرأة رفدوني هذا الحماشية مساكين داروا فيا ما عندي سكنة ما معاناته مع المرض زادته يأسا وحزنا وألما وخيبة أمل لمسناه عنده في هذا الكوخ المستأجر الذي كان ملجأه الأول والأخير عند صهره ما عندي سكنة ما عندي والو جندري ما كاش لي عندي سكنة 11 ذري ما كاش نبني عند السكن الدنيا هذه قبر الدنيا يعطيني قبر الدنيا ما يتعلموا حتى حاجه يعطيني غير سكنه وانا خلص كشتي. الحاج عابد يناشد السلطات المحليه النظر في قضيته واعطائه سكنا يقضي فيه ما تبقى من حياته. تركناه والابتسامه في وجهه كلها امل في خد اجمل.